السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل طاقية أو آيس كاب بغرزة الجراني. كنا في درس سابق عملنا مع بعض الشال أو البنشو بغرزة الجراني، كنا عاملينه طبعا اتفقنا إن هو يكون يصلح للأطفال أو للكبار. زي ما احنا شايفين الشال جميل جدا والغرزة كمان شيك وجميلة وتناسب كافة الأعمار. حبيت النهاردة كمان ان احنا نشغل مع بعض طاقية بغرزة الجراني، وطبعا انتوا لو حابين تعملوها بنفس الوان النحلة زي ما عملنا الشال مع بعض مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان احنا بردك نشكل في الالوان. هشتغل معاكم بخيط صوف، يعني هو مش سميك بس مش رفيع برضك، متوسط السمك زي ما احنا شايفين. هشتغل معاكم بالابرة رقم 3 مليمتر. اتفقنا قبل كده بنحدد حجم الابرة على الصوف بتاعنا ان احنا بنجيب الصوف بتاعنا وبندخله في التجويف الخاص بالابرة زي ما احنا شايفين. لو الصوف بتاعنا خرج من التجويف دوت وكان زيادة عليه يبقى مش مناسب للمقاس بتاعنا، ولو دخل جوه قوي يبقى برضك محتاجين لمقاس ابرة تاني. لكن زي ما احنا شايفين التجويف الخاص بالابرة لما بنيجي نحط الخيط بتاعنا فيه بالشكل دوت بيدخله بيكون مقاسه مظبوط، ولا خارج ولا داخل جوه جدا، فعشان كده بنحدد مقاس الخيط على الاساس دوت. نبدأ نقول بسم الله، وطبعا هنستخدم المقاس المتر بتاعنا وهنستخدم المقص وهنشوف المقاس هنحدده على اي اساس. اول حاجة هنبدأ نعملها، انا طبعا بحب ابدأ بدايرة سحرية. هجيب الخيط بتاعي واسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط على صباعي بالشكل دوت واعمل حرف الاكس، والف صباعي الناحية التانية، بدخل من تحت اللفة الاولى على صباعي بسحب اللفة التانية بطرف الابرة وبخرج بالشكل ده. اخرج الخيط من صباعي بس اتأكد ان الخيطين او طرفين الخيط داخلين من داخل الدايرة زي ما احنا شايفين، اهو ده طرف وده الطرف التاني. بعد كده برفع الخيط المتصل بالبكرة وبرتفع ارتفاع غرزة العمود بلفة، بقفل طبعا بسلسلة الاول، ودي تبقى اول سلسلة معايا، وبعد كده 1 2 يبقوا الثلاث سلاسل الارتفاع دول هم ارتفاع غرزة العمود بلفة. طبعا اول سلسلة احنا اعتبرنا ان احنا قفلنا بيها الدايرة بتاعتنا، وهتجاهل طبعا الثلاث سلاسل دول مش هحسبهم معايا من العدد اللي هنشتغله. هشتغل داخل الدايرة السحرية 16 او 15 سوري عمود بلفة، لاني في النهاية بالثلاث سلاسل دول بيكون معانا 16. هشتغل داخل الدايرة السحرية 15 عمود بلفة بالشكل ده، ادي 1 وغرزة العمود بلفة ان احنا بيكون معانا حلقة على الابرة، بلف الخيط على الابرة وبدخل داخل الدايرة السحرية بتاعتي، الف الخيط وبسحبه بالابرة واخرج. بقى معايا دلوقتي 3 حلقات، الحلقة الاساسية على الابرة والحلقتين اللي احنا سحبناهم مع بعض. بعد كده هلف الخيط واخرج من حلقتين، ادي 1 2 بقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2 تاني نكرر غرزة العمود بلفة، واللي جاي ده هيكون تالت عمود بالنسبة لنا. هلف انا معايا حلقة، هلف الخيط على الابرة وهدخل داخل الفراغ بتاعي او الغرزة طبعا اللي هشتغلها، بس احنا دلوقتي بنشتغل داخل الدايرة السحرية دي. هدخل هلف الخيط على الابرة واسحبه واخرج، بقى معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، ادي 1 2 اتبقى حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين اللي هما موجودين عندي، وبكمل طبعا لغاية ما بوصل لعدد 15 غرزة عمود بلفة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم بالشكل ده، خلاص خلصت 15 عمود بلفة، وده طبعا بالاضافة للتلات سلاسل اللي احنا ارتفعنا بيهم. زي ما احنا شايفين طرف الخيط القصير دوت هشده عشان اقفل المركز او سنتر الدايرة بتاعي دوت، زي ما احنا شايفين ان هو قفل خلاص ومش باين منه اي حاجة. بعد كده هقفل بمنزلقة، غرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها، 1 2 3 بدخل حرف ال V لتالت سلسلة، أول حلقة اللي هي في تالت سلسلة، وبشغل غرزة منزلقة بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هنشتغله ازاي؟ هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. طيب ليه 4 سلسلة؟ 3 منهم ارتفاع غرزة العمود بلفة، والسلسلة الرابعة دي المسافة ما بين كل عمود والتاني. طيب هنشتغل على أول عمود قدامي اهو، 1 وبعديه سلسلة،
وهنروح لتاني عمود في حرف الفي زي ما احنا شايفين، نشغل فوقيه عمود وبعديه سلسلة، وهكذا في كل غرزة فوق كل غرزة عمود بلفة بشغل عمود بلفة وبعديه سلسلة بالشكل ده، وبكمل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بالشكل دوت، وبعديه سلسلة تاني، نلف ندخل في الفراغ اللي هو فوق العمود بلفة لتحت، ألف وأخرج من حلقتين، ألف وأخرج من حلقتين، وبعد العمود ما خلص هنعمل سلسلة. بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص انا خلصت السطر بتاعي زي ما اتفقنا، ان انا بشتغل فوق كل عمود عمود بلفة زيه، وبعد كده بعمل سلسلة. بعد ما خلصت طبعا الراوند بتاعي بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها زي ما احنا شايفين، 1 2 3، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هنشتغله ازاي؟ هنمشي، بس همشي بمنزلقة كمان، انا عايز اشتغل في الفراغ اللي هو فوق كل سلسلة، يعني الفراغ ده المكان ده، همشي بمنزلقة لغاية الفراغ الاولاني دوت، وبعد كده هشتغل داخل الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلة، وهعتبرها طبعا اول عمود بلفة موجود معايا، وهشتغل تاني عمود بلفة، ادي 1، يبقى كده 2 عمود بلفة داخل الفراغ اللي هو فوق السلسلة، وبعد كده هشغل سلسلة وهروح للفراغ اللي بعده اللي هو تحت السلسلة على طول اللي احنا خدناها من في الراوند اللي فات، وهشغل 2 عمود بلفة، 1 2، وبعديهم سلسلة، هروح للفراغ اللي بعده بسيب العمود بلفة ما بشتغلش فيه وبروح اشتغل فوق السلسلة، اشتغل 2 عمود بلفة، ادي 1 2، وبعديهم ما ننساش دايما بعديهم نعمل السلسلة، وهكذا طبعا بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، ان انا بشتغل فوق كل فراغ ب2 عمود بلفة وبعديهم سلسلة. هكمل الراوند بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وانا خلاص في اخر فراغ هشتغله، اشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وبعديهم سلسلة، وبنقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع احنا بنرتفع. طيب السطر اللي جاي هنشتغله ازاي؟ مفروض ان احنا بنبدأ خلاص نشتغل في الفراغات اللي فوق السلاسل، ما بشتغلش على الاعمدة بتاعتي خالص، بشتغل في الفراغات اللي فوق السلاسل. في الحالة دي انا دلوقتي فوق عمود بلفة اهو، يا اما ارتفع 3 سلسلة واكمل في الفراغ اللي قبله، يعني انا لو ارتفعت دلوقتي 1 2 3، هكمل في الفراغ اللي قبله مش هكمل في الفراغ دوت، لان لو رحت الفراغ دوت هيكون بعيد عني، يا اما امشي بمنزلقة لغاية الفراغ دوت، يا اما اشتغل في المكان دوت بالشكل دوت، ان انا بلف الخيط والابره بتاعتي على الابره بتاعتي، وبعتبر ده اول عمود هشتغله، وفي السطر دوت هشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفه، بعمل تزايد، يعني انا السطر اللي فات كان 2 عمود بلفه، السطر ده هيكون في كل فراغ 3 عمود بلفه عشان يبدا القرص بتاعي يتسع ويزيد. ده ارتفعنا 3 سلسله ونعتبرهم اول عمود معانا، وارجع اشتغل في الفراغ دوت اهو زي ما انا شايف، زي ما احنا شايفين انا فوق اول عمود، بس برجع عشان انا عايز اشتغل على الفراغات، اشتغل في الفراغ كمان 2 عمود بلفة، ادي 1 2. دي حالة انا كده اعتبرت اعتبر ان انا اشتغلت فوق الفراغ دوت، دي الحالة الاولى اللي ممكن نشتغل فيها بالشكل دوت. اما لو مش عايز اشتغل من فوق المكان اللي انا كنت قافلة فيه لانه فوق عمود بلفة، بعد ما قفلت بمنزلقة بمشي تاني فوق كل عمود بمنزلقة بغرزة منزلقة بالشكل دوت اهو، 1 2، لغاية ما وصلت للفراغ بتاعي، وببدأ ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وده اول عمود عندي، هشتغل كمان في داخل الفراغ دوت 2 عمود بلفة، ادي 1 2، بالشكل ده نكون اشتغلنا داخل الفراغ. يبقى زي ما قلت لكم، يا اما برتفع من نفس المكان لو الفراغ في شمالي، سوري في عكس الشغل بتاعي يعني يميني كده، لان احنا دايما بنمشي بالشكل شمال زي عقرب الساعة، لكن لو هو يميني كده انا هشتغل زي ما قلت لكم، لكن لو هو بشكل طبيعي بمشي بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل للفراغ. طيب عملت 3 عمود بلفة وبعديهم سلسلة، هروح للفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، 1
اتنين، تلاتة عمود بلفة، بعد كده سلسلة، تاني نكرر داخل الفراغ بشتغل تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، بعد كده سلسلة، وبكمل الراوند بتاعي كله بالطريقة دي. الأذان بيأذن، الله أكبر الله أعظم، أعز وأدهم لله. هفصل معاكم طبعا وهكمل بنفس الطريقة، تلاتة عمود بلفة بعديهم سلسلة في كل فراغ من الفراغات، وفي السطر اللي جاي هرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. احنا دلوقتي خلاص خلصنا الراوند بتاعنا، هنقيس القطر بتاع الدايرة بتاعنا بالشكل دوت. اجيب المتر بتاعي الصفر في البداية كده، واجي اشوف وصلت كام سنتي، لازم امر من خلال الدايرة بتاعتي لمركز الدايرة. دلوقتي انا معايا 11 سنتي. لو انا بعمل الطاقية دي لطفل حديث الولادة من يوم لثلاث شهور، انا بيكون قطر الدايرة بتاعتي بتاع يعني القطر اللي احنا قسناه دوت بيكون من 11 ل 11.5 سنتي. يعني انا لو بعمل الطاقية دي او الايس كاب دوت لطفل عنده 3 شهور بنفس سمك الخيط دوت بنفس حجم الابرة دي، انا هكتفي بالتزايد لغاية دلوقتي ومش هزود تاني. لكن انا حابة ان انا ازود معاكم علشان خاطر نشوف طريقة التزايد لو انا هعملها لشخص اكبر من سن 3 شهور، سواء طفل برضك او شخص بالغ، هنكمل التزايد مع بعض. طب هيكون التزايد بتاعنا شكله ايه؟ هنشوف. هنقفل طبعا بعد ما خلصنا، احنا عملنا 3 عمود بلفة ما ننساش السلسلة. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها بالشكل دوت، وزي ما اتفقنا لو حابين نشتغل هنا هرتفع بالتلات عمود بلفة بتوعي وهشتغل داخل الصدف، لكن انا حابة ان احنا نمشي بمنزلقة لغاية ما نمشي للفراغ اللي بعده. بعد كده بشتغل في اول فراغ هيقابلني، هشتغل غرزة صدف. غرزة الصدفة دي هي ايه؟ عبارة عن تلاتة عمود بلفة وبعد كده سلسلة وتلاتة عمود بلفة، ودوت اللي هيديني التزايد في السطر دوت. ادي واحد اتنين تلاتة، وهعتبره اول عمود بلفة موجود عندي في الفراغ ده. يبقى اشتغل هنا كمان اتنين عمود بلفة، واحد اتنين، وهعمل سلسلة هعتبر ان انا عملت دلوقتي فرق. هدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة بالشكل دوت. لما ارتفع للسطر اللي بعده هعتبر دوت فراغ اهو. يبقى احنا كده زودنا في الغرزة الاولى دي، زودت تلاتة عمود بلفة، يعني عملت فراغ فوق الفراغ دوت وفراغ تاني احنا شغلناه. وبعد كده هروح اشتغل طبعا، هعمل سلسلة بعد التلاتة عمود بلفة. دايما بعد كل تلاتة عمود بلفة هعمل سلسلة. هروح اشتغل في الفراغ الاولاني دوت، اول فراغ بشتغل فيه، وبعد كده تاني فراغ بشتغل فيه تلاتة عمود بلفة، وتالت فراغ بشتغل تلاتة عمود بلفة، وبعد كده في رابع واحدة بعمل صدفة زي اللي عملتها دي بالظبط. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي ارتفعنا، اول فراغ قابلني عملت فوق منه صدفة. ايه هي الصدفة؟ الصدفة تلاتة عمود بلفة منهم تلات سلاسل الارتفاع وسلسلة وتلاتة عمود بلفة عشان تديني فراغ تاني زيادة فوق في المكان ده. دلوقتي الفراغ اللي بعده هعمل فيه صدفة؟ لا، هعمل فيه تلاتة عمود بلفة بس، ومش هعمل تزايد تاني في الفراغ ده. يبقى ادي واحد اتنين تالت، يبقى الفراغ ده ما اشتغلتش فوقي تزايد. سلسلة، اروح للفراغ اللي بعده برضك مش هعمل تزايد. اتفقنا ثلاث فراغات مش هنعمل تزايد، يعني هعمل فوقيهم بس ثلاثة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة، سلسلة ما ننساهاش دايما. اروح للفراغ التالت، احنا كده ده ما عملناش فوق تزايد وده ما عملناش فوق تزايد، يبقى الفراغ التالت كمان مش هنعمل فيه تزايد، اللي جاي هو اللي هعمل فيه تزايد بتاعي، واحد اتنين تلاتة، سلسلة. اتفقنا في الفراغ الرابع هعمل التزايد بتاعي هنا اهو. يبقى هنا هشتغل ايه؟ غرزة صدفة. ايه هي غرزة الصدفة؟ هنشتغل تلاتة عمود بلفة، واحد سلسلة، تلاتة عمود بلفة، سوري كنت هقول اتنين سلسلة لان دايما متعودة في الصدفة اعمل اتنين سلسلة او تلاتة سلسلة. يبقى كده واحد اتنين
ثلاثة وسلسلة، لأن الباترون بتاع الطاقية دي بيبقى فيه سلسلة واحدة بس عشان مش عايزة أزود المقاس. داخل نفس الفراغ هو هو، هشغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعديهم زي ما اتفقنا سلسلة. بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة، هكمل وهرجع لكم. يعني كل بنبدأ بصدفة، بعد كده 3 فراغات بنشتغل فيهم مفيش تزايد، بعد كده صدفة يعني تزايد، وبعد كده 3 بدون تزايد، وبعد كده صدفة، لغاية ما بوصل لنهاية الشغل بتاعي. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني كده، اكون خلاص خلصت القرص بتاعي دوت، او السطر بتاعي اللي احنا عملنا فيه التزايد في الغرزة رقم 4. سوري، في الغرزة رقم 3. يعني انا 4 صح، يعني انا بشتغل 3 بدون تزايد وفي الرابعة بعمل التزايد. طيب هنقيس القرص بتاعنا ونشوف قطر الدايرة وصل لكام. طيب قطر الدايرة عندي دلوقتي هنا اهو، بس اظبطه 14 سنتي. طيب 14 سنتي، نشوف قطر الدايرة بالنسبة للي هو 14 سنتي يلبس مقاس كام. قطر الدايرة يلبس عمر من 6 ل 12 شهر، يعني من 6 شهور لسنة. لو انا هعمل من 6 شهور لسنة هوقف التزايد بتاعي لغاية كده. طب انا لسه هعمل تزايد تاني عشان نشوف التزايد بتاعنا لو حبينا نزود المقاس يبقى ايه، هنعمل تزايد بعد قد ايه. طبعا بنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع احنا ارتفعناها بالشكل دوت. همشي بمنزلقة طبعا زي ما احنا شايفين، دي اول حاجة بتقابلني اللي هي ال3 عمود بلفة، بعد كده السلسلة اللي فوق اللي هي الصدفة، يعتبر مكان الصدفة اللي احنا عملناها الاولى، اول فراغ يعتبر هيقابلني. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للفراغ اهو بالشكل ده، او لو حابين زي ما اتفقنا نشتغل في الفراغ اللي قبلها مفيش مشكلة. انا بس ما بحبش اشتغل في الفراغ اللي قبلها، لاني بحس ان هي الغرز كلها مضمومة على بعضها، بتكون شكلها مش واضح ومش بارز، مش حلوة يعني. لكن هي صح مش غلط، يا اما تشتغلي قبل يا اما تشتغلي بتمشي بمنزلقة لغاية ما توصلي للفراغ بتاعك. طيب هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وداخل الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة. مش هبدأ التزايد بتاعي في البداية لان انا هنا عندي صدفة، لو فضلت اعمل صدفة في المكان دوت هتبقى عاملة زي الشال دوت وتديني شكل السبعة. يبقى هنمشي مجموعة من الفراغات وبعد كده هعمل الصدفة بتاعتي. الصدفة بتاعتي هعملها امتى؟ بعد رابع فراغ، يعني اول فراغ هشتغل فيه 3 عمود بلفة، وتاني فراغ هشتغل 3 عمود بلفة، وتالت فراغ هشتغل 3 عمود بلفة، وفي رابع فراغ كمان هشتغل 3 عمود بلفة، خامس فراغ هشتغل الصدفة بتاعتي. يعني كل 4 فراغات بعديهم بشتغل الصدفة، بعدي 4 فراغات بشتغل فيهم 3 عمود بلفة وبعد كده بشتغل الصدفة. كده 3 سلسلة اول ارتفاع، اول عمود بلفة عندي، بعد كده ادي 1 2 وسلسلة. هنروح للفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3 وسلسلة. هروح للفراغ اللي بعده 1 2 3، كده عدينا كام فراغ؟ 1 2 3، لسه فاضل لنا 1 سلسلة ما ننساهاش. نروح للفراغ اللي بعده 1 2 3، الفراغ الخامس، لان احنا عدينا طبعا 4 بدون تزايد، الفراغ الخامس ما عملناش السلسلة، نعمل فيه الصدفة بتاعتنا، ادي 1 2 3 سلسلة، تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3. خلصنا التزايد، هنعمل سلسلة ونروح نعمل 4 فراغات بدون تزايد. يعني اول واحد هشتغل 3 عمود بلفة، تاني واحد 3 عمود بلفة، تالت واحد 3 عمود بلفة، رابع واحد 3 عمود بلفة، وفي الخامس بعمل الصدفة بتاعتي او التزايد بتاعي. بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. هنبدأ نقيس دلوقتي قطر الدايرة بتاعنا. قطر الدايرة يعني ايه؟ ان احنا بنيجي
بنقيس الدايرة بتاعتنا دي اللي احنا عملناها بس بالطول بالشكل دوت، وامر على مركز الدايرة او سنتر الدايرة اللي احنا عملناها السحرية لغاية ما اوصل لنهاية الطاقية او الايس كاب. طيب المقاس دلوقتي طلع معايا من يعني 15.5 سنتي. طب 15.5 سنتي او 16 سنتي، هي تعتبر 16 سنتي لان احنا ايه الخيط مشدود معانا بالظبط 16 سنتي. طيب مقاس 16 سنتي دوت يلبس مقاس او سن كام؟ زي ما احنا شايفين من جدول الطواقي بتاعنا اللي شرحناه مع بعض قبل كده، قطر الدائرة من 15 الى 16 يلبس من 12 شهر ل3 سنوات، يعني من سنة ل3 سنين. انا هكتفي طبعا بالتزايد دوت لان هي دي طريقة التزايد اللي انا كنت حابة اعملها لكم، بس هنكمل الايس كاب او الطاقية بتاعتنا بالقطر دوت اللي هو 15.5 سنتي او من 15 ل16 سنتي. اتفقنا ان قطر الدايرة اللي يلبس من 15 ل16 سنتي يلبس طفل عمره 3 سنوات، يعني من سنة ل3 سنوات. يبقى هنكمل الايس كاب بتاعنا على اساس طاقية تناسب طفل عمره من سنة ل3 سنوات. طيب لو حبينا نعملها لحد اكبر، يعني طبعا 4 5 6 10 12 رجل بالغ امرأة بالغة، هنعمل ايه؟ هنمشي بنفس طريقة التزايد اللي احنا مشينا بيها دي، يعني انا برتفع طبعا وبشتغل داخل الفراغات. السطر اللي فات دوت كنا بنعمل 1 2 3 4 فراغات بدون تزايد، وفي رقم 5 بعمل صدفة زي ما قلت لكم. داخل الفراغ الواحد بشتغل 3 عمود بلفة سلسلة، تاني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. السطر اللي جاي لو انا هعمل تزايد تاني هشتغل 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هعمل الصدفة بتاعتي او التزايد بتاعي. والسطر اللي بعده هعد 1 2 3 4 5 6 بدون تزايد، 6 فراغات بدون تزايد، وفي رقم 7 هعمل التزايد بتاعي، وهكذا. كل ما تحبي تزودي القرص بتاعك هتزودي بنفس طريقة التزايد اللي اتفقنا عليها دي. خلاص وصلتي للمقاس اللي انت مش هتعملي فيه تزايد ومش محتاجة فيه تزايد زي هنا دلوقتي، هنعمل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعناها، وانا مش همشي المرة دي بقى بالمنزلقة علشان انا حابة اجربها لكم بالطريقة التانية. هنرتفع 3 سلسلة من نفس المكان اللي انا فيه، انا واقفة فوق عمود اهو، وهرجع اشتغل في الفراغ دوت اهو كمان 2 عمود بلف. ادي واحد زي، بصوا اللي انا بكرهه بقى في الطريقة دي ان العمودين اللي بيكونوا التانيين بيغطوا على اول عمود شوية معايا في الشغل، لكن هي مش غلط، انا بس حابة ان انا اوريكم الطريقتين. بعد كده تاني عمود اهو، وبعد كده هنعمل السلسلة بتاعتنا زي ما بنعمل ونروح للفراغ اللي بعده. طالما مش هعمل تزايد تاني فخلاص انا مش هعمل غرزة صدفة في اي فراغ من الفراغات. يعني ايه هنعمل ايه؟ طيب هنشتغل فوق كل فراغ 3 عمود بلفة بس، يعني مرة واحدة بس بنعمل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة الجراني دي، بتكون 3 عمود بلفة فوق كل فراغ بالشكل ده. ادي 1 2 3، وبعديهم سلسلة هروح للفراغ اللي بعده، 1 2 3 سلسلة، واروح للفراغ اللي بعده، 1 2 3 سلسلة، اروح للفراغ اللي بعده. ناخد بالنا انا ما بشتغلش في حرف الفي بتاع السلسلة، انا بدخل في الفراغ نفسه، علشان انا لو اشتغلت في حرف الفي اللي فيه السلسلة هتبصوا تلاقوا حرف الفي طلع معايا بالشكل ده، وهيبقى فيه بقية الغرزة بتاعتي نازل لتحت كده ساقط، مش شكله حلو. لكن انا لما برفع الفراغ كله برفع السلسلة نفسها كلها وبدخل في الفراغ بتديني شكل جمالي احسن. ادي 1 2 3، وهكمل طبعا الراوند بتاعي كله خلاص بدون اي تزايد، علشان انا عايزه خلاص الطاقيه بتاعتي او الايس كاب بتاعي يبدا يقوص ويديني شكل الطاقيه. هشتغل فوق كل فراغ 3 عمود بلفه، مش هعمل يعني غرزه صدفه تاني، صدفه مش هعمل صدفه تاني، هعمل بس فوق كل فراغ 3 عمود بلفه. هكمل السطر بتاعي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي، اخر غرزه عملتها 3 عمود بلفه سلسله. هنقفل طبعا بغرزه منزلقه في ثالث سلسله ارتفاع ارتفعناها بالشكل ده اهو،
انا بس حابه اوريكم المنظر بقى اللي بيكون واضح في الغرزه دي. الغرزه اللي احنا اشتغلناها بعد ما مشينا بمنزلقه 3 اعمده بيكون شكلهم مرتاح كده. الغرزه دي بقى اللي احنا اشتغلناها من الجنب، يعني رجعنا للغرزه اللي قبليها واشتغلناها، بيكون اول عمود ده يعني بيكون شكله مظلوم شويه، فانا ما بحبش دايما ان انا يكون شكله مش مظبوط كده. بعد كده همشي بمنزلقه بالشكل دوت لغايه ما اوصل للفراغ. انتوا فاهمين غرزه الجراني بنشتغل بس في الفراغات. الطاقية بتاعتي اساسا كمان بدأت تقوس اهي زي ما احنا شايفين وتديني شكل القرص. طيب احنا خلاص مش هنعمل تزايد في اي مرحلة من المراحل، انا خلاص هبدأ اشتغل الايس كاب او الطاقية بتاعتي كلها لغاية الارتفاع اللي احنا حابينه. احنا اتفقنا ان المقاس بتاعنا اللي احنا حددناه او التزايد بتاعنا وصل لغاية عنده اللي هي عمر من 12 ل 3 سنوات. طيب طول الطاقية من 12 ل 3 سنوات قد ايه؟ بيكون 20 سنتي، يعني انا هفضل اشتغل بدون تزايد فوق كل فراغ ب3 عمود بلفة لغاية ما اوصل للطاقية بتاعتي مقاسها 20 سنتي بالشكل دوت. خلاص انا فوق اول فراغ برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهكمل كمان داخل الفراغ دوت 2 عمود بلفة، 1 2، وما ننساش بعديهم سلسلة. بروح للفراغ اللي بعده بشتغل 3 عمود بلفة وبعديه سلسلة، الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة وبعديه سلسلة، وهكذا لغاية ما اخلص كل الفراغات بتاعتي داخل السطح وارتفع تاني للراوند اللي بعده، وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي كل ارتفاع الطاقية بتاعتي لغاية ما توصل ل 20 سنتي. انا طبعا هكمل الطاقية بتاعتي لغاية ما اوصل للارتفاع اللي احنا محددينه وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص خلصت الطاقية بتاعتي وارتفعت زي ما احنا شايفين بمجموعة من الاسطر. قبل طبعا ما اوريكم الطاقية بتاعتي اتفقنا ان احنا نوصل بالارتفاع بتاعنا لمسافة 20 سنتي طول الطاقية او الايس كاب بتاعنا للسن او العمر اللي احنا بنعمله الايس كاب. دلوقتي هنبدأ نقيس. لما بنقيس الطاقية بنيجي عند مركز الدايرة بتاعتي او الطاقية بتاعتي بالشكل ده، وباجي بشوف بحط الصفر بتاعي في بداية الطاقية عند الدايرة عند مركز الدايرة، وبجيب ال20 بتاعتي في نهاية الطاقية زي ما احنا شايفين كده. وصلنا 20 سنتي بالتمام والكمال، يبقى خلاص هنوقف ارتفاع الطاقية ومش هشتغل تاني. لو حابين ان انتوا تعملوا اخر سطر بغرزة العمود بلفة نمشي على كل، يعني نمشي على طبعا الطاقية بتاعتي اهي، شكل الغرزة قد ايه بقى جميل وحلو زي ما احنا شايفينها وشيك جدا. وبعدين احنا بدأناها، يعني في فيديوهات كتير بيبدأوا الطاقية دايما او بعض الصور شفتها كتير بيبدأوا الطاقية بمجموعة من الاعمدة دايما اعمدة 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 لغاية ما بيوصلوا للجزئية اللي هي بيبقى بنوقف فيها التزايد، بيشتغلوها كلها بغرزة العمود بلفة وبعد كده بيبدأوا يشتغلوا بغرزة الجراني. فانا ما حبيتش ان احنا نعمل كده، انا حبيت ان احنا نبدأها على طول بغرزة توصلنا لغرزة الجراني بطريقة سهلة وسلسة وشكلها كمان يكون منسجم ومندمجة مع الايس كاب او الطاقية بتاعتي. غرزة جميلة جدا تنفع الاطفال وتنفع طبعا للكبار، بناتي اولادي، تنفع للجنسين زي ما احنا شايفين. وزي ما اتفقنا لو حابين في نهاية الشغل خالص تشتغلوا بغرزة عمود بلفة او بغرزة الحشو سطر او سطرين، بنمشي طبعا في المكان اللي فيه السلسلة بنمشي عليها بعمود بلفة او حشو ايا كانت بقى الغرزه اللي هتشتغلوها في الاطار الاخير، وفوق كل عمود بعمود زيه. لو مش حابين طبعا نقفل باي غرزه بنكتفي بان هي بتكون ده شكلها بنفس غرزتها. انا صراحه بحب دايما لما بشتغل بغرزه بتكون بالشكل دوت حلوه لوحدها، ما بزودش طبعا عليها اي حاجه وبخليها هي نهايه الشغل معايا زي ما احنا شايفين. وبعد ما بخلص طبعا بقص الخيط بتاعي وبنضفه بطريقه التنظيف اللي احنا شرحناها مع بعض قبل كده. دي كانت فكرة النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد مني.